بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا هعمل لكم حاجة بقى بتحتاجوها في أي حلويات، في حلويات كتير جدا وغالية جدا، ساعات ناس ما بتقدرش تجيبها. تعالي كده معايا شوفي المكونات: كوباية لبن بودرة، نص كوباية سكر، معلقة فانيليا، كوباية لبن حليب، ومعلقة سمنة بلدي. اضربي بقى، اضربي دول كلهم مع بعض كده، وتعالي شوفي احلى لبن مكثف باقل الامكانيات. حاجة كده كنت بتحتاجي تشتريها، وعايزة اقولك والله العظيم احلى من بتاع بره، ما تعرفيش تفرقي. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى احنا هنعمل حاجة كده اسمها ايه، السينابون الكداب. تعالي شوفي كده الطريقة. اول حاجة الخليط ده طبعا اللي هنحشي بيه عبارة عن ايه، 4 معالق سكر، واتنين كاكاو، وواحدة قرفة، ومعلقة سمنة، وتضربيهم كويس وتحشي بيهم الفينو كده. تحشي الفينو كده، رصيه، ده هيساعدك انك لو عندك فينو حتى كمان بايت ما ترميهوش، احلى من السينابون الحقيقي. تقطعيه كده بالمقص، وتدهني الطاجن بتاعك او الصينية بالسمن، وترص اللي انت مقطعه كله، وتكوني عاملة ايه، معلقة حليب كده بكاكاو بترشيها عليه قبل ما تدخليه الفرن. بيدخل الفرن 10 دقايق بس، وبعد ال10 دقايق بيخرج كده، وانا بحط عليه الحليب المكثف اللي هو الصوص بتاع السينابون. طبعا الحليب المكثف انا عملته لكم قبل كده، لو عايزة تدخلي بيدخلي على القناة شوفيه. بصي شكله والله الطعم رائع، والف هنا وشفاء، احلى من الحقيقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالي بقى هوريكي حاجه دكتور التغذيه قال عليها لبنتي لانها عامله دايت، ممكن تاكلي منها طول النهار وكمان تخسي كل الكميه اللي انت عايزاها، وهو مسؤول عن ده. تعالي بقى هنبدا اهو. تجيبي، بص، تحطي حبه زيت، وتكوني مقطعه بصلايه كده، تحطي البصلايه علشان تشوحيها بسيط، يا دوب تدبل، تنزلي عليها دوت بالبطاطس دي، بطاطس مبشوره، ماشي، وبعد البطاطس المبشوره كرنب مبشور، بصي شوفي كده، وبعدين جزر برضو مبشور، كل خضار ويديكي فيتامينات وفايده وجميل جدا. تفضلي تشوحي فيهم لما ايه، ياخدوا اللون تدبل خالص على النار، تحطي لها حبه توابل كده، بابريكا وفلفل وملح وكمون وتوم باودر وبصل باودر، كل التوابل بتاعتك، وتظبطيها. تفضلي بصي تقلبي فيها كده لما تدبل خالص، بصي شكلها بيبقى هبطت وشكلها بقى عامل ازاي. تكون انت بقى مجهزة 3 بيضات كده، ماشي، ونص كوباية لبن، وكوباية زبادي، تضربيهم كده مع بعض كويس الاول اما يندمجوا سوا كده شوية. تحطي نص كوباية زيت صغيرة، وما تقلقيش من حطة الزيت، ومعلقتين دقيق، ولا الدقيق لان هو الدكتور اللي قايل كده، دوت بيدي حاجة بسيطة اللي اصلا جسمك محتاجها، وملح وفلفل، وبصي وحبة بقدونس صغننين متخرطين. قلبي كل ده مع بعض كده، وتنزلي بالخليط عليه، بصي، وتنزلي بيه بقى اهو في الصينيه. وانا نسيت اقول لكم ان كمان في قرن فلفل الوان متقطع. بعدين رشي رشه جبنه موتزاريلا كده على الوش عشان تديها ايه، لون حلو في التحمير، لان هي برده ما فيهاش ايه دهون كتير، ما فيهاش اساسا دهون، بسيط قوي. دخليها بقى الفرن كده، وبالهنا والشفا. كل منها ان شاء الله تاكلي الصينيه يوميا، عايزه اقول لك طعمها تحفه. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وسبسكرايب علشان خاطر ايه، يوصلكوا اي جديد مننا ان شاء الله. تعالوا نعمل احسن مشروب بارد للصيف ده. هنجيب نسكافيه سائل للذوبان نوعين، ونحط منهم 2 معلقة، وبعد كده
هنجيب المية المخلية ونحط، وبعد كده نجيب المعلقة ونقلب، بعد كده نجيب التلج، بعد كده نجيب كوبايتين لبن، وبعد كده نجيب الايس كريم ونسيب حتة في الاخر، ونجيب الكافي ونحط، ونجيب الكوباية نحط فيها والايس كريم اللي خلينا في الاخر نحطه وبس. عايز اشوف احسن لايك وسلام. اشرب بقى وقول بيس يا لشيش. السلام عليكم ورحمة الله. تعالي بقى بمناسبة دخول المدارس هعمل لك أحلى براوني كوكيز، ولادك كده هينزلوا الصبح وهم مبسوطين جدا بدل ما ينكدوا عليكي ويبقوا نازلين متضايقين. تعالي شوفي المقادير. أول حاجة كده بصي، حتة شوكولاتة خام مع معلقتين سمنة مع ربع كوباية لبن، دول بنحطهم على بعض كده نقلبهم وندخلهم الميكرويف. تحطي بقى بيضتين وحبة فانيليا، معلقتين سكر، قلبيهم كده كويس لحد ما يندمجوا. تكوني بصي اهو الخليط اللي كان في الميكرويف تنزليه عليه، قلبي كويس جدا. بعدين تنزلي بكوبايتين دقيق منخولين، كيس بيكنج باودر، قلبيهم كويس جدا جدا بالمضرب كده اليدوي، معلقة كاكاو ورشة ملح. تقلبي بصي المنظر بيبقى عامل ازاي. تجيبي بقى حبة شوكولات شيبس وتقومي حطاهم ومقلبة كده، وتكوني جايبة ورق زبدة تدهنيه بزيت وشكليه بايدك كده اي شكل. بص انا عاملاه كور كده مدورة اهو، بصي شكله لما طلع. السلام عليكم ورحمة الله. تعالي بقى شوفي احلى سندوتشات سوري بقى، اي حاجة موجودة عندك في البيت، مش هترمي اي حاجة خالص من بيتك، وهتعملي لهم احلى سندوتشات هتعجبهم جدا. بنجيب عيش سوري وبنجيب كده وش رغيف بس علشان خاطر يبقى ماسك العيش ما يتقطعش وانت بتعمليه، وبيساعد برضو ان السندوتش يبقى طعمه جميل. دي كفتة مشوية هنا مقطعاها، وعندنا ايه الميكس المدخن اللانشوهات، وجبنة موتزاريلا، وبطاطس محمراها، اي حاجة موجودة عندك في البيت، تومية، مايونيز، كاتشب. ولفي بقى كده، لف السندوتش حلو كده. بعد ما تقفليه في اي طاسة او في الجريل غليه وتدهنيه زيت، وحطي بقى السندوتش كده واقفلي عليه دقيقتين بالظبط، وبيطلع بالمنظر الجميل دوت. بصي شوفي شكل الساندوتش من جوه، والطعم حكاية، ألف هنا وشفا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بينا هنعمل أحلى مولتون كيك بأقل الإمكانيات، ووصفة خفيفة وسهلة وهتعجب ولادك جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين زبدة كده مع أي نوع شوكولاتة خام عندك في الميكرويف يسيحوا. حضري بقى 3 بيضات كده، ايوه ما شاء الله كده، وانزلي بمعلقتين سكر وحبه فانيليا، اضربيهم كويس جدا بالمضرب، يكون الشوكولاته ساحت. بصي شكلها عامل ازاي في الميكرويف، بتاخد دقيقتين بالظبط. اضربي كله مع بعض كده، 3 معالق دقيق تنزليهم معلقه معلقه من غير بيكنج باودر ولا اي شيء، قلبيهم حلو لحد ما الطحين يبقى مش موجود خالص. معلقه نسكافيه صغيره بتدي نكهه جميله جدا. وتكوني محضرة بقى قالب على قد ال3 معالق دي، حاجة صغننة يعني كده، دي على قد ولادك العشاء الافطار، حاجة بسيطة كده. افتحي بصي المولتون كيك عامل ازاي، وبألف هنا. السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى شوفوا أحلى حواوشي، ميني حواوشي للسندوتشات لللانش بوكس بتاع الأولاد، حاجة هتعجبكم قوي فوق الوصف. اللحمة دي بقى أنا بشر لها بصلاية وحطيت لها التوابل طبعا، ومخرطة لها بقدونس وكزبرة وشبت، هقلب كله في بعض. التوابل دي هنزلها لكم هي ايه وايه بالظبط. بص اما تقلبيها تكوني محضرة العيش كده، تفتحيه وتدهني العيش من جوه سمن، هوريكي دلوقتي. بصي كده، وحطي بقى اللحمة كده وافرديها. تكوني انت بقى مجهزة الجريل بعد طبعا ما تحشي السندوتشات، وتدهني الرغيف من بره ومن جوه بالسمن. بصي تحطيه في الجريل كده، بياخدش دقيقه وبيطلع احلى حواوشي. وتعالي بقى نعمل لانش بوكس سوا. بصي شوفي بقى، ابنك او بنتك هيحبوكي جدا، وهيبقى حاجه صحيه وجميله فيها كل الفايده. احلى ميني حواوشي، بصي المنظر تحفه، الف هنا وشفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي شوفي احلى فطائر سهله وسريعه بديله للعيش عشان جوع اخر الليل او فطار الصبح. مقادير: بضايه 3 معالق زيت ومعلقتين سكر، نضربهم كده مع بعض، لما يندمجوا كده ننزل بكوبايه ميه بسيط بسيط كده، وبعدين ان شاء الله نحط كوبايتين لبن وكوبايتين دقيق، هنزلهم حبه حبه. بالمناسبة الدقيق ممكن لو لقيتي العجينة يعني سايلة جامد قوي معاكي تحطي حبة صغيرين تاني، انت تظبطيها كده بعينك، ورشة ملح. وانا بقى مقطعة بقدونس وشبت وكزبرة كده علشان يدوا طعم وفايدة. طاسة حطينا فيها معلقتين زيت وننزل بالعجين كده، يا دوب يتشمع كده ونقلبه، لما ياخد احمرار نفضل نقلب فيه لما يبقى بص اللون كده، ودهني جبنة بقى واكلي اولادك احلى فطار او عشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى نشوف أحلى تشيز كيك، وإن شاء الله بأسهل طريقة. بس قبل أي شيء عايزة بقى أدعمكم، عايزة لايك وشير كده وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. هنجيب باكو بسكوت كبير ونضربه مع 125 جرام زبدة، لما يبقى زي الرمل كده خالص نكون مجهزين الصينية، نسويه فيه كويس جدا وندخلها الفرن لمدة 5 دقايق. نكون احنا بقى مجهزين الجيلاتين، 4 معالق جيلاتين، افضل اضيف عليهم ميه كده تقريبا لحد ما نزود يجي كوبايتين ميه. اكون مجهزه هي الجبنه الكيري والقشطه في الكبه مع الجيلاتين كله مع بعض. انا طبعا المقادير كاتباها لكم في الاول. بنضرب كله سوا لحد ما يبقى المتجانس كده، وانزله على التشيز بعد ما يخرج من الفرن على طول، واحط المربى. وبالف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا هنعمل أحلى جاتو في 10 دقايق من غير فرن ومن غير دقيق، جاتو الأوريو. يلا بينا نبدأ. هنجيب الأوريو كده هنفتحه، نفصل الكريمة عن الأوريو عن البسكوت، ونفرم البسكوت في الكبة. نكون محضرين نص كوباية لبن وكيس بيكنج بودر، نضربهم كده كويس لما يعملوا معجون مظبوط كده بنفس شوفي يعني عامل زي الكيك كده. تكون انت محضرة صينية كده فيها حبة زيت صغننين، ورقة زبدة، تحطي نص المعجون بالظبط. المهم انت تحطيه بقى على نار هاديه جدا، تكوني محضره كيس كريم شانتيه والكريمه اللي شلناها من الاوريو ومعلقتين كاكاو، تضربيهم مع بعض كده بربع كوبايه لبن، هيعملوا لك الكريمه اللي هنعملها الحشوه. بصي كده بالمنظر ده، هي ده نفس المنظر كده. تكون انت بقى عملتي النص التاني في قلب الصينيه، اهو طلع اهو، بتحطيه وتحطي بقيه الكريمه من فوق، واي حاجه عندك تزوقيه. والف هنا وشفا، يتعمل في 10 دقايق. ارجو بقى اللايك وسبسكرايب، والف هنا وشفا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تعالي بقى شوفي احلى سندوتشات سوري بقى، اي حاجه موجوده عندك في البيت، مش هترمي اي حاجه خالص من بيتك، وهتعملي لهم احلى سندوتشات هتعجبهم جدا. بنجيب عيش سوري وبنجيب كده وش رغيف بس علشان خاطر يبقى ماسك العيش ما يتقطعش وانت بتعمليه، وبيساعد برضو ان السندوتش يبقى طعمه جميل. دي كفته مشويه هنا مقطعاها، وعندنا ايه الميكس المدخن اللانشوهات، وجبنه موتزاريلا، وبطاطس محمراها، اي حاجه موجوده عندك في البيت، توميه، مايونيز، كاتشب. ولفي بقى كده، لفي السندوتش حلو كده. بعد ما تقفليه في اي طاسه او في الجريل غليه وتدهنيه زيت، وحطي بقى السندوتش كده واقفلي عليه 2 دقيقة بالظبط، وبيطلع بالمنظر الجميل دوت. بصي شوفي شكل الساندوتش من جوه، والطعم حكاية. ألف هنا وشفا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعالي بقى بمناسبة دخول المدارس هعمل لك أحلى براوني كوكيز، ولادك كده هينزلوا الصبح وهم مبسوطين جدا، بدل ما ينكدوا عليكي ويبقوا نازلين متضايقين. تعالي شوفي المقادير. اول حاجه كده بصي، حته شوكولاته خام مع 2 معلقة سمنه مع 1/4 كوباية لبن، دول بنحطهم على بعض كده نقلبهم وندخلهم الميكرويف. تحطي بقى 2 بيضتين وحبه فانيليا، 2 معلقة سكر، قلبيهم كده كويس لحد ما يندمجوا. تكوني بصي اهو الخليط اللي كان في الميكرويف تنزليه عليه، قلبي كويس جدا، بعدين تنزلي بكوبايتين دقيق منخولين، كيس بيكنج باودر، قلبيهم كويس جدا جدا بالمضرب كده اليدوي، 2 معلقة كاكاو، ورشة ملح. تقلبي بصي المنظر بيبقى عامل ازاي. تجيبي بقى حبة شوكولات شيبس وتقومي حطاهم ومقلبة كده، وتكوني جايبة ورق زبدة تدهنيه بزيت، وشكليه بايدك كده اي شكل. بصي انا عاملاه كور كده مدورة اهو،
بصي شكله لما طلع. تعالوا نعمل احسن مشروب بارد للصيف ده. هنجيب نسكافيه سائل للذوبان نوعين، ونحط منهم معلقتين، وبعد كده هنجيب المية المخلية ونحط، وبعد كده نجيب المعلقة ونقلب، بعد كده نجيب التلج، بعد كده نجيب كوبايتين لبن، وبعد كده نجيب الايس كريم ونسيب حتة في الاخر، ونجيب النسكافيه ونحط، ونجيب الكوباية نحط فيها، والايس كريم اللي خليناه في الاخر نحطه وبس. عايز اشوف احسن لايك وسلام. اشرب بقى وقول بيس يا لشيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى هوريكي حاجة دكتور التغذية قال عليها لبنتي لانها عاملة دايت، ممكن تاكلي منها طول النهار وكمان تخسي كل الكمية اللي انت عايزاها، وهو مسؤول عن ده. تعالي بقى هنبدأ اهو. تجيبي بص تحطي حبة زيت وتكوني مقطعة بصلاية كده، تحطي البصلاية علشان تشوحيها بسيط يا دوب تدبل، تنزلي عليها دوت بالبطاطس دي، بطاطس مبشورة ماشي، وبعد البطاطس المبشورة كرنب مبشور، بصي شوفي كده، وبعدين جزر برضو مبشور، كل خضار ويديكي فيتامينات وفايدة وجميل جدا. تفضلي تشوحي فيهم لما ايه ياخدوا اللون تدبل خالص على النار، تحطي لها حبة توابل كده، بابريكا وفلفل وملح وكمون وتوم باودر وبصل باودر، كل التوابل بتاعتك، وتظبطيها تفضلي بصي تقلبي فيها كده لما تدبل خالص. بصي شكلها بيبقى هبطت وشكلها بقى عامل ازاي. تكون انت بقى مجهزة 3 بيضات كده ماشي، ونص كوباية لبن، وكوباية زبادي، تضربيهم كده مع بعض كويس الأول لما يندمجوا سوا كده شوية، تحطي نص كوباية زيت صغيرة، وما تقلقيش من حطة الزيت، ومعلقتين دقيق ولا الدقيق، لان هو الدكتور اللي قايل كده دوت بيدي حاجة بسيطة اللي اصلا جسمك محتاجها، وملح وفلفل، وبصي وحبة بقدونس صغننين متخرطين، قلبي كل ده مع بعض كده، وتنزلي بالخليط عليه، بصي وتنزلي بيه بقى اهو في الصينية. وانا نسيت اقول لكم ان كمان في قرن فلفل الوان متقطع، بعدين رشي رشة جبنة موتزاريلا كده على الوش عشان تديها ايه لون حلو في التحمير، لان هي برضو ما فيهاش ايه دهون كتير، ما فيهاش اساسا دهون، بسيط قوي. دخليها بقى الفرن كده وبالهنا والشفا، كل منها ان شاء الله تاكلي الصينية يوميا، عايزة اقول لك طعمها تحفة. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وسبسكرايب علشان خاطر ايه يوصلكوا اي جديد مننا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى احنا هنعمل حاجة كده اسمها ايه السنابون الكداب. تعالي شوفي كده الطريقة. اول حاجة الخليط ده طبعا اللي هنحشي بيه عبارة عن ايه 4 معالق سكر و2 كاكاو و1 قرفة ومعلقة سمنة، وتضربيهم كويس وتحشي بيهم الفينو كده، تحشي الفينو كده رصيه، ده هيساعدك انك لو عندك فينو حتى كمان بايت ما ترميهوش، احلى من السنابو الحقيقي. تقطعيه كده بالمقص وتدهني الطاجن بتاعك او الصينية بالسمن، وترص اللي انت مقطعه كله، وتكوني عاملة ايه معلقة حليب كده بكاكاو بترشيها عليه قبل ما تدخليه الفرن، بيدخل الفرن 10 دقايق بس، وبعد ال10 دقايق بيخرج كده، وانا بحط عليه الحليب المكثف اللي هو الصوص بتاع السينابون. طبعا الحليب المكثف انا عملته لكم قبل كده، لو عايزه تدخلي بقى ادخلي على القناه شوفيه. بصي شكله والله الطعم رائع، والف هنا وشفاء، احلى من الحقيقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا هعمل لكم حاجه بقى بتحتاجوها في اي حلويات، في حلويات كتير جدا وغاليه جدا، ساعات ناس ما بتقدرش تجيبها. تعالي كده معايا شوفي المكونات: كوبايه لبن بودره، نص كوبايه سكر، معلقه فانيليا، كوبايه لبن حليب، ومعلقه سمنه بلدي. اضربي بقى، اضربي دول كلهم مع بعض كده، وتعالي شوفي احلى لبن مكثف باقل الامكانيات. حاجه كده كنت بتحتاجي تشتريها، وعايزه اقول لك والله العظيم احلى من بتاع بره، ما تعرفيش تفرقي. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. تعالوا معانا بقى هنعمل حاجة بتشتريها من بره بمبلغ كبير جدا وهتعملها بأقل الأسعار. تعالي شوفي كده، شوفي الفيديو للآخر، وعايزة ايه اشوف انت هتعملي معايا ايه. هنجيب كده بكوين بسكوت نضربهم في الكبة كويس، وبعدين نجيب 100 جرام سوداني هنضربهم برضو كويس جدا، اما ده يبقى ناعم وده يبقى ناعم. بص شايفة كده، هنحط معلقتين سمن بلدي ومعلقتين عسل ابيض ومعلقتين كاكاو، وحطي كل المكون ده على بعضه كده واضربيه، وتقومي خففاه بحبة حليب صغيرين خالص، اللي هو يعني ايه يخليه كده خفيف زي زي النوتيلا بالظبط. وتعالي اكلي ولادك واعملي لهم سندوتشات احلى نوتيلا في الدنيا بارخص الاسعار واقل التكلفه. ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب بقى على يعني كافئوني بقى على الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي شوفي احلى واسرع وجبه عشاء ولادك هيحبوها جدا: كوبايه دقيق ورشه ملح، كوبايه زبادي، معلقتين سكر. قلبي كل ده كده بالمعلقه لما يبقى عجين كده. تكون انت سلقتي حبايه بطاطس كده وهرستيها، وتحطي عليها التوابل اللي هي باربيكا وملح وكمون وفلفل. اهرسي كده هرسي حلو، وحطي حبه لبن صغننين يخلوها طريه. تكون بقى بصي، تكون العجينه كده خلاص اتظبطت وريحت معاكي، تفرديها. تكوني مجهزه اهي البطاطس وحبه جبنه موتزاريلا وحبه لانشون ميكس مدخن. اقفلي بقى الفطيره، قفليها كده. تكوني حاطه بقى طاسه كده بمعلقه سمنه تسخن على البوتاجاز، وبالف هنا وشفا بتقلبيها كده وكده. بصي الجمال، عايز اقول لك طعمها خرافه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا بقى شوفوا احلى جلاش بالسجق مع بعض كده، وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب بعد اذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بنجيب السجق، نجيب نص كيلو سجق بلدي وبنفكه كده ونشوحه على البوتاجاز بمعلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وبحط له حبه بهارات كده وبابريكا بسيط يعني، لان هو اصلا بيبقى متبهر، وبكون مسيحه السمن ومجهزاه. بص كده بفككه كده بخليه ايه زي اللحمه المتعصجه. طبعا بجهز الصينيه والسمن كده، نحطه ونحط له الجلاش، نظبط الدنيا كده، ونحط السجق بقى ونلف الجلاش كده، نلفه ونقفل بيه الصينيه. واهم حاجه السمن، الجلاش كل ما تديه سمن كويس كل ما بيطلع احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده ونقطعها بقى، وبص الجمال بقى، اسهل جلاش في العالم. تعالوا معانا ان شاء الله هنعمل احلى فول بقوطة، اكلة جميلة جدا وسهلة والكل بيحب يفطر واحيانا يتغدى او يتعشى بيها. يلا بينا نبدأ. نقدر بصل اهو نحمره، نخليه بس يصفر بسيط، نضيف عليه طماطم متقطعة. بكون انا محضره الفول وهرساه، انزل بالفول عليه واسيبهم بقى كده شويه. احط بقى ايه التوابل بتاعتي، كل التوابل هكتب لك برده التوابل، وطبعا الاضافات دي حاجه ترجع لك. وافضل اقلب فيه كده وازوده حبه ميه صغيرين، واسيبه بقى لما يغلي يستوي كده مع الطماطم يدي لون حلو. بصي شوفي شكله عامل ازاي، بصي الجمال، احلى طعم فول بقوطه. طبعا انا هحط حبه شطه لان عندنا بنحب الشطه قبل ما ياكله، وخفيف من غير صلصه هو بالطماطم بس.
وألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا معنا نشوف أحلى كب كيك وهينفع الأولاد إن شاء الله في المدارس، وجميل جدا وخفيف. أتمنى بس تدعموني باللايك والاشتراك وسبسكرايب علشان تشوفوا أي جديد إن شاء الله. كوباية زيت، كوبايتين سكر، 4 بيضات، كيس فانيليا، أضربهم طبعا مع بعض كده لحد ما يندمجوا، نحط كوباية لبن، بعدين ننزل ب3 كوبايات دقيق حبة حبة كده، ونكون حاطين في وسطهم كيس بيكنج باودر. ببدأ بغرفهم بقى كلهم كده، وبكون مجهزة حبة كاكاو لبقية العجين عشان نعمل حبة شوكولاتة عشان الأطفال. وبألف هنا وشفا إن شاء الله. أتمنى بقى تدعموني بإذن الله، وأخف كب كيك وإن شاء الله بإذن الله يعجب الأولاد جدا. ألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي نشوف احلى طريقة سناكس للاولاد. بطاطس جميلة جدا. هنجيب 4 حبات بطاطس، نقشرهم نسلقهم ونهرسهم كده زي ما انت شايفة. هنحط لهم التوابل الطبيعية طبعا، انا هنزل لكم التوابل على الفيديو. وهنحط 2 معلقة نشا، 2 معلقة دقيق، كزبرة وبقدونس كده نقطعهم ونحطهم. كلها فايدة وتحفة وجميلة والله. بتهرسيها كويس وتعمليها كده لما تقطعيها علشان تعمليها اشكال كور كده صغيرة عشان تبقى سناكس، وجزء منها حشيته جبنة موتزاريلا. طبعا بص دي المحشية جبنة موتزاريلا حجمها معروف، والتانية حجمها معروف. بص شوفي الجمال، وما بتفكش وبتبقى مقرمشة وجميلة. بصي هي كده، بقوم بس رش عليها رش دقيق عشان تمسك نفسها في الزيت. بصي ما شاء الله الشكل عامل ازاي، تحفة والله، طعمها ملوش حل. بص المنظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا معنا هنعمل أحلى المعجنات. خلية النحل خفيفة جدا، وممكن تعمليها للفطار أو للعشاء أو اللي جالك ضيف، سريعة وخفيفة وجميلة. انت هتشوفي شكلها عامل ازاي. لأي شيء أتمنى أنكم بقى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وكومنتات كده علشان خاطر يوصلكوا أي جديد إن شاء الله احنا نعمله. كوباية لبن، 2 معالق خل كبيرة، 3 معالق سكر، 2 معالق خميرة صغيرة، 1/4 كوباية زيت، 2 معالق فانيليا، 2 بياض بيضايه. بفضل اقلبهم كويس اما يندمجوا سوا كده. اكون انا محضره 2 دقيق كده نخلاهم، انخلهم اهوت قدامكم. بعد ما اخلص نخلهم اقوم ايه، انت لازم تنخلي الدقيق لانه بيدي هوا للدقيق بيخلي العجينه حلوه، تقومي ضيفاهم على طول على الخليط بتاعك، وتحطي عليهم بقى ايه حبه ملح صغيرين. تقلبي بقى كويس كده، لحد ما تبقى عجينة طبيعية كده. اقوم بقى مقفلاها واسيبها ايه تخمر 1/3 ساعة، من 1/3 ساعة لنص ساعة يعني عادي، انا عموما بسيبها نص ساعة. واجي بقى اطلعها بعد النص ساعة كده، اعدلها كده بايدي واقسمها، هقسمها 2 كده واوريك انا هعمل فيها ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. بقطعها كده 2 وابدأ اقسمها بقى قطع قد بعض. اجي بقى اقوم واخده واحده واحده عاملاها دايره كده وشايلها ايه في الصينيه، لانها هتخمر تاني، هنسيبها تخمر تاني.
خلصتهم كده بغطيهم واسيبهم يخمروا بقى تلت ساعة تاني. بكون انا ايه محضرة صينية بدهنها زبدة اللي هعملها فيها، دهندها كده وعدينا التلت ساعة بقى، بطلع واحدة واحدة ابدأ بقى ايه احشيها. انا حاطة بقى سوسيس وجبنة موتزاريلا وتقفليها حلو كده. لما تتقفل كويس من تحت تحطيها بقى كده، نعمل كله كده ورا بعض. بصي شوفي شكلها عامل ازاي، احط كده جنب بعض، افضل احشيها لما هي كملت كلها. هغطيها برضو تاني على فكرة واسيبها تخمر تاني لمدة ايه من 10 دقايق لربع ساعة، اكون انا بولع الفرن اسيبه يسخن بقى. بص كده خمرت كلها بقت كويسة. بكون انا بقى مجهزة حبة نسكافيه بلبن كده، ممكن تدهني بصفار البيضة اللي انت خدتيه بيضه في الاول، بس انا ولادي مش بيحبوا صفار البيض على اي اكل يعني، او على يدهن بيه اي حاجة لانه بيحسوا له بريحة مثلا كده، فالافضل النسكافيه بيبقى عامل لون حلو وبرده ما بيبقاش ليه ريحة خالص. بص شكلها بقى اما خرجت تحفة، وتشيلي الواحدة بواحدتها حتى مش محتاجة تقطعيها على فكرة. بصي شكلها عامل ازاي، والف هنا وشفا بقى. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا معنا نشوف احلى واخف سلطة الفتوش. هتدوقيها مش هتنسيها خالص وهتبقى عايزة تعمليها كل يوم. خس، جرجير، فلفل الوان، طماطم، خيار، بصلايه وفص ثوم، وطبعا السماق والتوابل وفلفل احمر والرجله وليمون معصور وزيت زيتون. هنزل بكل المكونات على بعض اقلبها كلها مع بعض. بكون انا طبعا محمصه مقطعه عيش الشامي ومحمصاه. بصي كل المكونات كده على بعضها والملح والسماق وادي زيت الزيتون والليمون. قلبي بقى، وطبعا هي ليها طريقتين للتحضير، واحدة ممكن بس لازم العيش يتحط ساعة الأكل بالظبط، يا إما أنا ببقى حاكمة العيش في حاجة هو لوحده وأنا اللي أحطه بقى. وألف هنا وشفا أحلى فتوش. السلام عليكم ورحمة الله، تعالي النهاردة إن شاء الله نعمل أحلى ميني بيتزا لولادنا وتنفعهم في موسم المدارس وأي عيد ميلاد أي حفلة إن شاء الله بإذن الله أحلى حاجة بتتعمل. وتعالي شوفي المقادير ان شاء الله هنزلها لكم كلها. هنحط كل السوائل في الخلاط مع كوبايه دقيق واحده من الاربعه مع بعض كده، بضربهم بقى كلهم مع بعض كويس، بضربهم بنزلهم في حاجه تكون بتتقفل تتحكم كويس، وبعدين بعد ما يخمروا تلت ساعه بحط عليهم بقيه الثلاث كوبايات دقيق. بعدين بظبط العجينه كده بعد ما تكون ريحت حلو، اظبطها بايديا وابدا افردها بالنشابه. شكلها شكلين، واحد العادي يعني بقطعهم نفس المقاس اهو كده باي مقاس عندك، واحد بتدوسي عليه من النص بحرف الكوبايه كده وتحطي فيه اللي انت عايزاه، وواحد عادي اللي هو الطبيعي اللي بتحطي عليه الصلصه وتحطي المكونات بتاعتك عليه. كل المكونات الطبيعيه بقى، وانا كاتبه لك المكونات كلها. ودوقي بقى احلى عجينه وبيتزا بالهنا والشفا. عليكم معانا النهارده ان شاء الله اسهل كيكه، تعالي كيكه الفانيليا، مش تاخد منك وقت للفطار او للعشاء، وارجو انكم بس تعملوا لي لايك وتدعموني بالشير وسبسكرايب. كوبايتين وربع دقيق ننخلهم بس كويس كده، بعدين بعد ما نخلص ننخلهم ونخلص كده بنكون مجهزين 3 بيضات، معلقه فانيليا كبيره، كوبايه الا ربع سكر، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع لبن. نضربهم كويس لما يندمجوا، وبعدين نقلبهم مع الدقيق كده كويس، وبعدين ننزل بيهم كده في القالب
وتعالي شوفي احلى كيك وما بتاخدش ربع ساعه. شايفه الجمال عامل ازاي؟ والف هنا وشفا. تعالوا معانا نعمل احلى درومستكس. انزل بالزيت، انزل بالدبابيس عليها، احط بقى كاري، وبعد الكاري ملح، وبعد كده احط فلفل اسمر، التوابل الطبيعيه، وبعدين توابل وكمون وبابريكا، وانزل بقى بالميه عليها. بعد ما تكون خدت صدمتها اكون سلقت البطاطس، اهرس البطاطس كويس. بعد ما اهرسها بنزل توم باودر، بصل باودر، وملح، وبابريكا، والجبنه الموتزاريلا، ادمجهم جامد بقى مع بعض. يكون الفراخ استوت بخليها، اما اخليها بضربها في الكبه واخدها برضو اهرسها كويس مع البطاطس، اخليهم الاتنين واحد، عجنهم عجينه مظبوطه، وبعدين ابدا اشكل فيهم، واكون محضره طبق في دقيق، طبق بقسماط، وطبق بيض بحليب كده بحبه فلفل. اخد في الدقيق الاول عشان ايه يقف يشيل المعجون، وبعد كده في البيض، وبعدين في البقسماط. وحمري بقى واحلى درومستكس هتاكليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل وألذ المقبلات في بلاد الشام، واللي بقينا كلنا دلوقتي بنحب نعملها، التبولة. أنا عارفة إن في شاطرين كتير بيحبوا يشوفوني دلوقتي، بس أنا عندي تكات إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. يلا بينا نعمل مع بعض أحلى تبولة في الدنيا. بنقع بقى هوت الليمون في البرغل، بنزل بقدونس، وبعدين هنزل هوت بالبرغل، أقلبهم مع بعض، وبعدين أنزل بالطماطم المتقطعة، أقلب أهوت، بنزل بصلاية وفص الثوم، وبعدين بقى ايه اقلبهم كويس، وانزل بعديهم على طول النعناع والسميق، وحبه ملح صغننين تبع الرغبه، وزيت الزيتون بقى، وقلبي. تكون انت مجهزه طبق كده مزيناه علشان خاطر تفضي فيه بالخس. بصي بقى الجمال، انا عايزه اقول لك الطعم ملوش حل. شوفي بقى، الله اكبر، احلى تبوله. بصي بصي الطعم. عايزه بقى اشوف ايه اللايك. السلام عليكم ورحمة الله. تعالي بقى النهاردة هنعمل توابل البطاطس اللي قلب الدنيا، كل الولاد بتدور عليها. نبدأ كده، بصي بقى ده السر ان شاء الله. حتة مكعب مرق الدجاج بنبشرها، ومعلقة بابريكا، معلقة كركم، معلقة كاري، معلقة بصل بودر، توم بودر، زعتر، وملح طبعا، وفلفل اسمر. كل ده بيتقلب في بعض كده، وتحطيه على بعضه في علبة، وتكوني محمرة البطاطس، وترشي بقى على البطاطس كده. بره بتتباع غالية ومش نفس الطعم اللي انت تعمليه. وألف هنا وشفا للأولاد. بصي بقى طعمها تحفة. وطبعا في شطة، دي حاجة اختيارية، لو حبيتي تحطيها تحطيها، ما حبيتيش مفيش مشكلة. اي حد بقى يشوف الفيديو ياريت يعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. وألف هنا وشفا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي شوفي احلى فطائر سهله وسريعه، بديله للعيش عشان جوع اخر الليل او فطار الصبح. مقادير: بضايه، 3 معالق زيت، معلقتين سكر، نضربهم كده مع بعض، لما يندمجوا كده ننزل بكوبايه ميه، بسيط بسيط كده، وبعدين ان شاء الله نحط كوبايتين لبن وكوبايتين دقيق، هنزلهم حبه حبه. بالمناسبة دي ايه، ممكن لو لقيتي العجينة يعني سايلة جامد قوي معاكي تحطي حبة صغيرين تاني، انت تظبطيها كده بعينك، ورشة ملح. وانا بقى مقطعة بقدونس وشبت وكزبرة كده علشان يدوا طعم وفايدة. طاسة حطينا فيها معلقتين زيت، وننزل بالعجين كده يا دوب يتشمع كده، ونقلبه لما ياخد احمرار، نفضل نقلب فيه لما يبقى بص اللون كده، ودهني جبنة بقى واكلي اولادك احلى فطار او عشاء. السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى شوفوا احلى حواوشي، ميني حواوشي للسندوتشات لللانش بوكس بتاع الاولاد، حاجة هتعجبكم قوي فوق الوصف. اللحمة دي بقى انا بشرة لها بصلاية، وحطيت لها التوابل طبعا، ومخرطة لها بقدونس وكزبرة وشبت، هقلب كله في بعض. التوابل دي هنزلها لكم هي ايه وايه بالظبط. بص اما تقلبيها تكوني محضرة العيش كده، تفتحيه وتدهني العيش من جوه سمن، هوريكي دلوقتي. بصي كده، وحطي بقى اللحمة كده وافرديها. تكون انت بقى مجهزه الجريل بعد طبعا ما تحشي السندوتشات، وتدهني الرغيف من بره ومن جوه بالسمن. بصي تحطيه في الجريل كده، بياخدش دقيقه، وبيطلع احلى حواوشي
وتعالي بقى نعمل لانش بوكس سوا. بصي شوفي بقى، ابنك او بنتك هيحبوكي جدا، وهيبقى حاجة صحية وجميلة فيها كل الفايدة. احلى ميني حواوشي، بصي المنظر تحفة. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بينا هنعمل احلى مولتون كيك باقل الامكانيات، ووصفة خفيفة وسهلة وهتعجب ولادك جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين زبدة كده مع اي نوع شوكولاتة خام عندك في الميكرويف يسيحوا. حضري بقى 3 بيضات كده، ايوه ما شاء الله كده، وانزلي بمعلقتين سكر وحبه فانيليا، اضربيهم كويس جدا بالمضرب، يكون الشوكولاته ساحت. بصي شكلها عامل ازاي في الميكرويف، بتاخد 2 دقيقة بالظبط. اضربي كله مع بعض كده، 3 معالق دقيق تنزليهم معلقه معلقه من غير بيكنج باودر ولا اي شيء، قلبيهم حلو لحد ما الطحين يبقى مش موجود خالص. معلقه نسكافيه صغيره بتدي نكهه جميله جدا. وتكوني محضره بقى قالب على قد ال3 معالق دي، حاجه صغننه يعني كده، دي على قد ولادك العشاء الافطار، حاجه بسيطه كده. افتحي بصي المولتون كيك عامل ازاي، وبالف هنا. السلام عليكم ورحمه الله. تعالي بقى النهارده هنعمل توابل البطاطس اللي قلب الدنيا، كل الولاد بتدور عليها. نبدا كده، بصي بقى ده السر ان شاء الله، حته مكعب مرق الدجاج بنبشرها، ومعلقه بابريكا، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بصل بودر، توم بودر، زعتر، وملح طبعا، وفلفل اسمر. كل ده بيتقلب في بعض كده وتحطيه على بعضه في علبه، وتكوني محمره البطاطس وترشي بقى على البطاطس كده. بره بتتباع غاليه ومش نفس الطعم اللي انت تعمليه. والف هنا وشفا للاولاد. بصي بقى طعمها تحفه، وطبعا في شطه، دي حاجه اختياريه، لو حبيتي تحطيها تحطيها، ما حبيتيش مفيش مشكله. اي حد بقى يشوف الفيديو يا ريت يعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه علشان يوصلكوا كل جديد. والف هنا وشفا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى هنعمل حاجة الولاد هيتجننوا وبيتجننوا ويعملوا مشاكل عشان يشتروها من برة. يلا بينا بقى هنعملها بأقل الإمكانيات وفي وقت بسيط جدا. احنا هنعمل بقى ماك اند تشيز بالشيتوس. بصي أول حاجة بنسلق المكرونة طبيعي خالص، حطينا ملح وزيت وحطيناها غليت لما اتسلقت كويس، صفيتها من المية ومعلقة سمنة كده وتقلبيها عشان بتديها طبعا طعم كويس. بعد كده بتجيبي العلب، تحطي حبة مكرونة، تكوني مجهزة جبنة موتزاريلا، تحطي الكمية اللي انت تحبي تحطيها، وبعدين طبقة مكرونة تاني، وبعدين طبقة جبنة موتزاريلا زي ما ولادك بيحبوا وبيحبوا ياكلوها، وبعد كده طبقة شيتوس. طبعا انت بتجيبي كيسين شيتوس، ال5 علب بياخدوا كيسين شيتوس، تكسريهم وتدخليها الميكرويف 3 دقايق. تعالي بصي الجمال بقى. انا عموما ولادي بيتجننوا علشان يشتروها، وهي مبلغها مش رخيص، عملناها باقل الامكانيات. بالف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله. تعالي هنعمل احلى بوب كورن بالدجاج، بتشتري من بره باغلى الاسعار، هنعمله باقل الامكانيات واقل الاسعار. وتعالي يلا نشوف المقادير. كوباية زبادي، هنحط عليها 1/2 كوباية لبن، وننزل بالتوابل، هكتبلك التوابل كلها في الفيديو ان شاء الله. 2 معلقة بصل مجفف، ودي اختيارية بس بتفرق جامد كده. بعد ما تقلب هننزل الدجاج ونقلبه كويس، وبنسيبه حوالي 2 ساعة في التتبيلة. ده دي بننزله برضو التوابل بتاعته، برضو هنزلك التوابل بالظبط. بعد ما بتشيليه من التتبيلة بتخلي 2 معلقة في التتبيلة وتزوديهم مية، وتنزلي الدجاج فيهم، وبعدين تشيليه تحطيه في الدقيق زي ما انا عاملة كده. بنشيله تاني من الدقيق، بشيله احطه في قلب نفس تاني الصوص اللي انا عاملاه ببقية التتبيلة. وبصي انشله رجعه دقيق تاني بعد ما ندخل الدقيق، واكون بقى ايه ولعت على الزيت، الزيت يسخن تنزلي كده بقطع قطع. وتعالي شوفي بقى وبصتي اولادك واحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معانا هنعمل النهارده خبز البالون او الزلابية، حاجه كده جميله ومفيده. اول حاجه ان شاء الله 5 كوبايات دقيق، هنحط عليهم 2 معلقة ملح، وكوبايتين الا ربع لبن، بنحط لهم 1.5 معلقة خميره، و2 معلقة سكر، ونقلبه. وبعدين نضيف المكونات على بعض في العجان، وبعد كده لما تتعجن كويس بتعمليها كده كوره جميله ممسوحه كده وحلوه، وتقومي شايلها لمده ساعه او ساعه ونص تخمر، اما تبقى قد ما كانت كمان مره تشيليها كده
تكوني انت محضره بقى طبق الاول تقطعيها، وطبق فيه سمسم وطبق فيه حليب. خدي بالك هي بتتعجن بحليب ودقيق وملح وسكر، بس بصي بتحطي في قلب السمسم طبعا في اللبن عشان اللبن يخلي السمسم يمسك، وتفرديها وتقطعيها كده اربعه كده زي ما انت شايفه الشكل، وبعد كده تسيبيها برضو تريح يجي 10 دقايق ربع ساعه. تكوني محضره الزيت والف هنا وشفا، بتحمريها بس تفضلي تشيلي من الزيت تحطي عليها. بصي السندوتشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي معايا هنعمل احلى كاستر بدل ما تشتري من بره لأي احتياج ليكي. بصي المقادير اهيت هوريهالك: 2 صفار بيضة، 2 معلقة زبدة، كوباية لبن، 2 دقيق ممسوحين، 2 سكر، ومعلقة فانيليا، وتحطي ان شاء الله 2 نشا صغننة. كل ده يتقلب على البارد كده، هنقلبه مع بعض. بص كده المقادير كلها وقلبنا مع بعض على البارد لحد ما كله يندمج مع بعض وما بقاش فيه طحين خالص باين. قلبي كده جامد وما بياخدش وقت، وبعد كده تولعي النار بقى نار هادية. بصي هتلاقي احلى كاستر فانيليا، والله طعمه تحفة. بصي الجمال، والف هنا وشفا على قلبك. تعالوا معانا بقى هنعمل حاجة بتشتريها من بره بمبلغ كبير جدا وهتعملها بأقل الأسعار. تعالي شوفي كده، شوفي الفيديو للآخر، وعايزة ايه اشوف انت هتعملي معايا ايه. هنجيب كده بكوين بسكوت نضربهم في الكبة كويس، وبعدين نجيب 100 جرام سوداني هنضربهم برضو كويس جدا، اما ده يبقى ناعم وده يبقى ناعم. بص شايفة كده، هنحط 2 معلقة سمن بلدي، و2 معلقة عسل أبيض، و2 معلقة كاكاو، وحطي كل المكون ده على بعضه كده واضربيه، وتقومي خففاه بحبه حليب صغيرين خالص اللي هو يعني ايه يخليه كده خفيف زي زي النوتيلا بالظبط. وتعالي اكلي ولادك واعملي لهم سندوتشات احلى نوتيلا في الدنيا بارخص الاسعار واقل التكلفه. ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب بقى على يعني كافئوني بقى على الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى بينا، بما ان الفينو طبعا غلي والعيش وكل حاجة غليت، تعالوا هوريكم طريقة الفينو الفرنسي. احلى فينو ممكن تاكليه وتعمليه في وقت بسيط وقليل، مش هتاخد منك وقت كتير ولا تكلفة. يلا بينا نجرب ونشوف كده المقادير. 10 جرام خميرة، ومعلقة ملح، ومعلقة سكر، مع مية دافية 340 ملي، ونص كوباية زيت يعني حوالي 30 مللي زيت كده، و600 جرام ايه دقيق. دي المقادير. انت بتحطي الاول السوائل مع بعض وبعدين تنخلي الدقيق. طبعا بتحطي السوائل عشان الخميره تبقى في الميه الدافيه تعمل مفعولها تتفاعل، وبعدين تعجنيه عادي خالص بالراحه خالص كده. بعد ما بتعجنيه بتسيبيه يخمر من ساعه لساعه ونص، وبعدين تطلع العجينه كده اول ما تلاقيها زادت النص بالظبط كده بتاخديها انت برضو تعجنيها شويه عشان تبقى تريح وتبقى حلوه، تبقى معجونه مخدومه حلو. بصي تفضلي تعجني فيها كده لما تديها الخدمه بتاعتها، وبعدين بقى تقطعيها لتلاته. ده المقدار بيعمل 3 رغيفه كبار على فكره. افردي كده العجينه وبعدين تبرميها كده وتقفلي كل الفتوحات كده بايدك، قفليها بس بايدك كده، وتقعدي تفردي فيها برضو بايدك كده بحيث يدي رغيف طويل عشان الفرنسي ده بيبقى طويل شويه، وتحطيهم في الصاج كده وتفتحيه بالسكينه بس كده، وترش عليه رشه دقيق. والمفروض يتحط له بيض هيخلي لونه احسن كتير، بس انا ولادي بيقرفوا من البيض فانا بعمل نسكافيه على حبه لبن. بصي شكل الفينو عامل ازاي، والف هنا وشفا. يا ريت بقى اللي بيتفرج لو عجبه الفيديو يدعمني بلايك وشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. متشكره جدا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا بينا نعمل الفطيره الرهيبه دي. تحبي بس تشم ريحتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبه بصل، وانا كان عندي قطعتين بانيه وسوسيس قطعته كله مع طماطم وفلفل وتشوحوا. طبعا حطيت لهم التوابل الطبيعيه: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وملح وفلفل وكمون، يتشوحوا حلو كده مع بعض. بواقي اي حاجه عندك
كوبايتين زبادي، 3 بيضات، ملح وفلفل حاجات بسيطة كده، ومعلقتين بيكنج باودر، ومعلقة سكر، وكوباية ونص دقيق. نقلب كل ده مع بعض، اما يبقى القوام كده هتشوفوه عامل ازاي. بصي يبقى لو خفيف ولا تقيل يعني مظبوط كده. تنزلي بنص العجين كده، انا حاطه ورق زبده تحت علشان ما تلزقش تبقى كويسه. بصي حطيت الحشوه، انا عامله الحشوه كبيره حلوه كتير كده، كفت جميله. تحطي بقى النص التاني بتاع العجين، وترشي بقى حبه البركه وجبنه موتزاريلا، وشوفي المنظر عامل ازاي. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا هنعمل أحلى جاتو في 10 دقايق من غير فرن ومن غير دقيق، جاتو الأوريو. يلا بينا نبدأ. هنجيب الأوريو كده، هنفتحه ونفصل الكريمة عن الأوريو عن البسكوت، ونفرم البسكوت في الكبة. نكون محضرين نص كوباية لبن وكيس بيكنج باودر، نضربهم كده كويس لما يعملوا معجون مظبوط كده بنفس شوفي يعني عامل زي الكيك كده. تكون انت محضرة صينية كده فيها حبة زيت صغننين، ورقة زبدة، تحطي نص المعجون بالظبط. المهم انت تحطيه بقى على نار هاديه جدا. تكوني محضره كيس كريم شانتيه والكريمه اللي شلناها من الاوريو ومعلقتين كاكاو، تضربيهم مع بعض كده بربع كوبايه لبن، هيعملوا لك الكريمه اللي هنعملها الحشوه. بصي كده بالمنظر ده، هي ده نفس المنظر كده. تكوني انت بقى عملتي النص التاني في قلب الصينيه، اهو طلع اهو، بتحطيه وتحطي بقيه الكريمه من فوق، واي حاجه عندك تزوقيه. والف هنا وشفا، يتعمل في 10 دقائق. ارجو بقى اللايك وسبسكرايب، والف هنا وشفا ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. تعالوا بينا هنعمل حلة للشورزو الاسباني، حاجه كده خفيفه وجميله ومش هتاخد وقت. يلا بينا نبدا، هتعجب ولادك جدا جدا. بسم الله. نبدا المكونات: نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه واربع مكعبات زبده ومعلقه ملح ومعلقتين سكر. كل ده على النار لحد ما يغلي، هتشوفي شكله اهو، وبيغلي بكل سهوله ان شاء الله باذن الله. بصي شكله، بسم الله ما شاء الله، بيغلي كده. تشيليه من على النار، تضيفيه في قلب حاجه طبعا، وتكوني محضره كوبايه دقيق تنزلي بيها عليه، تقلبيها بسرعه سريع بسرعه كده فيه. هو ده بيبقى شكله، وبيضايه، وقلبيهم مع بعض برضو بسرعه. وتجيبي الكيس بتاع التشكيل وتشكليه، ويكون الزيت سخن تنزلي بيه كده، بياخدش ثواني. وتكوني محضره قرفه بسكر تنزلي بيها لانها بتدي طعم حلو جدا، وصوص شوكولاته. بصي كده، وحطي بقى في الصوص، يا خراشي على الطعم، ومقرمش ورهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا نعمل كشري الحلة الواحدة في ربع ساعة مش أكتر. يلا كده تكوني محضرة البصلة، تحطيها ما تتحمر بتشيليها، وتحطي الشعرية تتحمر مكانها. بصي شوفي، وتكوني محضرة الرز والعدس طبعا كان منقوع، ومكرونات تحطي كله على بعض كده، وكمون وملح وفلفل، وتزودي الميه بتاعتك عادي اكنك بتعملي رز عادي. تكوني محضره طبعا التومه هي للصلصه والخل، وتزودي هي الصلصه، تظبطيها صلصه كشري عاديه. بصي تشرب اهوت بقى، جبت الحمص انا كنت نقعاه، يا دوب زودته الميه وفص توم والطماطم اهي، مش هياخد وقت لانه كان منقوع. طبعا دلوقتي بقى هعمل ايه، الدقه اهي، كمون وحته توم والميه المغليه، وادي الليمون عصرته، وادي الشطه، حبة صلصة على الشطة كده، وبعصر لها نص ليمونة، هتشوفي اهو. وايه رأيك بقى الكشري ما خدش ربع ساعة؟ والله احلى من الكشري اللي بتشتريه من بره. الف هنا وشفشف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا دلوقتي هنعمل كرات البسكوت بالشوكولاتة، احلى كرات بسكوت، وهتعجب ولادك جدا، واي ضيف يجي فجأة. يلا بينا نقول المقادير: 300 جرام بسكوت كده، بنضربهم في الكبة، ونحط عليهم 3 معالق كاكاو، نقلبهم كويس. وبعدين ببقى انا ايه مجهزه 400 جرام حليب مكثف، تقلبيهم بيه كويس. طبعا احنا الحليب المكثف عملناه قبل كده، وتكوني محضره طبق فيه ميه كده علشان خاطر لما تيجي تكوريها هي بتلزق شويه عشان الحليب المكثف. بصي شكلها بيبقى عامل ازاي، بتكوريها وتكوني عامله بقى صوص شوكولاته بتحطي فيه، وتطلعيها ترصيها كده على اكياس لانها لازم تدخل الفريزر. هي كده دخلت الفريزر بقى وخرجت. انا كنت محضره لها بندق ولوز مطحون وزبيب، وحطيتهم عليهم على الوش. بصي جمالها عامل ازاي، والله تحفه، ما بتاخدش ربع ساعه في العمايل. والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا بينا هنعمل احلى كشري اسكندراني، حاجه كده تاكليها احلى من اللحمه والفراخ، جميله وكلها فايده. يلا بينا نبدا. ادي العدس على الرز، انا غسلاهم طبعا،
هجيب حل هو اولع واحط حبه سمنه وحبه زيت واحط رز، افضل اشوح فيه اما الميه تنشف مكان الغسيل. بصي كده بالمنظر ده، ايوه تشوحي كده براحتك، حطي حبه ملح بقى تكوني غاليه الميه بتزوديه، ولما يتشرب بقى افضلي قلبيه بقى كده وسيبيه اما يتشرب، هننقله على نار هاديه بقى ان شاء الله كده بالمنظر ده لحد ما يستوي. بصي بقى الجمال، ومفلفل مفيش رزايه لزقه وجميل، طعم لو قلتلك ملهوش حل والله. وطبعا احنا بنسلق جنبه بيض. وبصي بقى البدنجان المخلل اللي هبقى اعمله معاكم مره، بس ده كان جاهز يعني، الخلطه كانت جاهزه عندي. بصي الجمال بقى، كلي بقى والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله، تعالوا بقى هنعمل حلوى بارده سهله وكل مكوناتها موجوده في البيت عندنا. يلا بينا نبدا. نجيب البسكوت كده نضربه في الكبه، بعدين بعد ما نضربه كده نحط عليه معلقتين زبده، هي عامله زي التشيز شويه بس هي اسهل. بصي كده نفركها لما يبقى رملي، نفردها في قلب الصينيه كده، لما تاخد الصينيه السطح بتاعها ياخد كل البسكوت، تبقى بالشكل ده. ندخلها 10 دقايق الفرن. تكوني محضره كوبايتين زبادي، 4 معالق سكر، وكوبايتين لبن بودره، بس هنحطهم تدريجيا كده، ده اللي هنعمله التشيز اللي هيبقى عليها من فوق. بصي بعمله اهو بيبقى بنفس السمك ده، بنزله كده بالمنظر دوت وادخله 10 دقايق او لحد معاكي لحد تلت ساعه في الفرن، اما الطبقه تتماسك بالمنظر دوت كده. تكون انت محضره بقى لا اما كراميل لا اما مربى لا اما اوريو اللي عيالك بيحبوه، انا المفروض الكراميل بس انا عيالي مش بيحبوه. تعالي بقى شوفي احلى حلوى بارده والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعالوا بقى بينا بما ان الفينو طبعا غلي والعيش وكل حاجه غليت، تعالوا هوريكم طريقه الفينو الفرنسي. احلى فينو ممكن تاكليه وتعمليه في وقت بسيط وقليل، مش هتاخد منك وقت كتير ولا تكلفه. يلا بينا نجرب ونشوف كده المقادير. 10 جرام خميرة ومعلقة ملح ومعلقة سكر مع مية دافية 340 ملي، ونص كوباية زيت يعني حوالي 30 ملي زيت كده، و 600 جرام ايه دقيق. دي المقادير، انت بتحطي الاول السوائل مع بعض وبعدين تنخلي الدقيق. طبعا بتحطي السوائل عشان الخميرة تبقى في المية الدافية تعمل مفعولها تتفاعل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعالوا معانا هنعمل احلى جاتو في 10 دقائق من غير فرن ومن غير دقيق، جاتو الاوريو. يلا بينا نبدا. هنجيب الاوريو كده هنفتحه ونفصل الكريمه عن الاوريو عن البسكوت، ونفرم البسكوت في الكبه. نكون محضرين نص كوبايه لبن وكيس بيكنج باودر، نضربهم كده كويس لما يعملوا معجون مظبوط كده بنفس شوفي يعني عامل زي الكيك كده. تكون انت محضره صينيه كده فيها حبه زيت صغننين ورقه زبده، تحطي نص المعجون بالظبط، المهم انت تحطيه بقى على نار هاديه جدا. تكوني محضره كيس كريم شانتيه والكريمه اللي شلناها من الاوريو ومعلقتين كاكاو، تضربيهم مع بعض كده بربع كوبايه لبن، هيعملوا لك الكريمه اللي هنعملها الحشوه. بصي كده بالمنظر ده، هي ده نفس المنظر كده. تكوني انت بقى عملتي النص التاني في قلب الصينيه اهو، طلع اهو، بتحطيه وتحطي بقيه الكريمه من فوق واي حاجه عندك تزوقيه، والف هنا وشفا. يتعمل في 10 دقائق. أرجو بقى اللايك وسبسكرايب، وألف هنا وشفا ليكم.